رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض أهل رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة. وزراء الإعلام العرب يبحثون دور الإعلام في خدمة التنمية ومكافحة الإرهاب. ونتابع في هذه النشرة أيضا: الطيب يبعث من مسرح الباتكالا بباريس برسالة سلام وتضامن مع ضحايا الإرهاب في فرنسا والعالم. نشرة إخبارية مفصلة من النهار اليوم مشاهدينا، أحييكم. يفتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التموين خالد حنفي مساء اليوم معرض أهل رمضان في مقر الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، على أن ينظم المعرض بمختلف المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأعلن وزير التموين ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق في معارض 27 محافظة، فضلا عن تكثيف المعارض معروض بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة. يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية كندا ستيفان ديون العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة، ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وكندا في شتى المجالات، بجانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب. هذا ومن المقرر أيضا أن يلتقي شكري نظيره الكندي، حيث يبحث الوزيران قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية. ويعقب المباحثات مؤتمرا صحفيا مشترك في إطار جولة الوزير الكندي في الشرق الأوسط التي تشمل تونس والسعودية. كشف سجل فني وقعه قائد طائرة مصر للطيران المنكوبة أن الطائرة لم تبلغ عن أي مشاكل فنية قبل إقلاعها من مطار تشارل ديغول في باريس، بحسب صحيفة الأهرام التي أضافت أن الطائرة بعثت رسالة إلكترونية أفادت بارتفاع درجات الحرارة بجوار نافذة مساعد الطيار قبل أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار. تسلم اليونان لمصر اليوم بيانات الرادار الرئيسية الخاصة بالطائرة المنكوبة، بما فيها بيانات الطائرة وهي تحلق في المجال الجوي اليوناني قبل لحظات من اختفائها، وعلى متنها 66 شخصا. أقامت مديرية أمن الغربية عزاء جماعية لضحايا حادث الطائرة المنكوبة من أبناء المحافظة بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأقارب الضحايا. وقال مدير الأمن اللواء نبيل عبد الفتاح أن ذلك يأتي في إطار تقدير الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لشهداء الحادث الأليم، ولإشعار المواطنين بأن الدولة ليست بمعزل عنهم، ولتوطيد الثقة من خلال المشاركة والتفاعل معهم. احنا جايين النهارده بنقدم واجب العزاء لاسر الشهداء، وبنستقبل احنا العزاء كجهاز تنفيذي في من ابناء محافظه الغربيه وابناء جمهوريه مصر العربيه كلهم بيتقدموا، سواء مسلمين او مسيحيين او كل فئات الشعب، زي ما سعادتك شايف وبكل الكاميرا رصدت كل الناس داخله تقدم واجب الاعزاء للاسر. في بعض الاسر موجود، اسر كلهم موجوده معانا، واهليتهم واهاليهم كلهم موجودين معاهم بمختلف فئاتهم. بقول لهم البقاء لله، وان شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء. وبعدين ده يعني انت عارف الطياره طياره مصريه، والمصريين اللي توفوا فيهم دول شهداء كل مصر مش الغربيه بس. للعلم احنا عندنا في الغربيه حوالي 9 شهداء، فمشاركه مننا انا والسيد المحافظ في ان احنا بنقول لاهاليهم ان احنا مش هننساهم. كنت بتمنى اضرب رجليه هو وحيدي، لا اب ولا ام ولا اهل ولا حاجه، كان هو كل دنيتي ومع عيلين صغيرين كده، واحد 6 سنين وواحد 4 سنين، هم كانوا الوحيدين بتوعنا، ولاده ومراته وبس. كنت اتمنى اضرب رجليه.
أقام العشرات من أبناء الإسكندرية والعاملين بشركة مصر للطيران وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية حفل تأبين لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة على شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية. وحمل المشاركون في الفعالية التي دعا لها عدد من القوى السياسية بالمحافظة الشموع حيث ألقوا الورود في البحر المتوسط. وفي محافظة أسوان وصف وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عبد العزيز حادث الطائرة المنكوبة بالفاجعة الكبيرة لمصر وشعبها. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي أقيم بالمحافظة لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة، وذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي الأوقاف والكنيسة بالمحافظة. أولا نتقدم بأخلص التعازي لمصر وشعب مصر جميعا على هذه الفاجعة الكبيرة أو العظيمة، ولكن نود أن نطمئن كل مصري أن مصر إن شاء الله تبارك وتعالى في أمن وأمان وسلام بإذن الله عز وجل. يعز علينا النهاردة أن احنا نبقى موجودين لتعبين شهداء الطائرة، لانها يعني دول جزء من مصر ودول هم ولاد مصر، ويعني كلنا متألمين، كلنا مشاعرنا مع كل اهالي الشهداء وكلنا بنحس بألمهم، وفي نفس الوقت يعني بنقول ان مصر للطيران شركتنا الوطنية دي شركة وطنية مصرية خالصة. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن الواقع الحالي يفرض على وسائل الإعلام تحديات كبيرة للمساهمة في مواجهة أزمات المنطقة. وخلال افتتاح الدورة 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، شدد وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات سلطان الجابر على أهمية دور الإعلام في التصدي للتطرف والإرهاب. الذي تقدمت به دولة الإمارات حول دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف، وتؤكد الظروف التي يمر بها العالم العربي ضرورة استمرار هذا المحور وتفعيل العمل الإعلامي من أجل إبراز قيم التسامح والعيش المشترك التي تعكس المضمون الفكري والإنساني للحضارة البشرية، وتشكل العلاج الأمثل في مواجهة التطرف والإرهاب. ومن مقر الجامعة العربية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النهار اليوم أحمد رجب. أحمد، أطلعنا على التفاصيل في افتتاح الدورة 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب. نعم، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين من مقر جامعة الدول العربية، حيث اجتماع مجلس الوزراء العرب في دورته العادية 47 والاحتفال أيضا بيوم الإعلام العربي. يعني حالة منذ قليل انتهت تكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا تكريم مؤسسة الأهرام الذي تسلم تكريمها دكتور محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير، وتكريم الكاتبة الصحفية سميرة بن رجب الكاتبة في جريدة أخبار الخليج، والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وشهيد العمل الإعلامي الحسيني أبو ضيف والعديد من الصحفيين المميزين خلال الفترة الماضية والذين تكرمتهم تلك الدورة 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب. بدأت الجلسة بكلمة دكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رئيس الدورة العادية 46 الماضية لمجلس وزراء الإعلام العرب. ثم تسلم رئاسة المجلس وزراء الإعلام العرب السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالمملكة البحرين، وهو رئيس تلك الدورة العادية 47. يعني يهتم
تهتم تلك الدورة 47 بالعديد من الموضوعات، وعلى رأسها التوصيات الصادرة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لإقرارها واعتمادها، وتتضمن موضوعات مطروحة في جدول الأعمال بتتضمن 14 بندا، منها متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، والتي تهدف بشكل كبير إلى التصدي للحملة المعادية وتصحيح الصور السيئة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية عن العرب وعن المسلمين وعن ارتباط العرب والمسلمين بالإرهاب. أيضا من أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس الإعلام وأجندة التنمية المستدامة، يهدف إلى تبني وضع خارطة طريق عربية إعلامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتنطلق من أهدافها 17، وتهدف إلى تحويل الإعلام العربي من إعلام متخصص إلى إعلام مشارك وتنموي، يهدف إلى التسويق الاجتماعي لقضايا التنمية المستدامة ومكافحة القيام بدوره في مكافحة الإرهاب وإسهام التوعية من خلال برامج عملية للتصدي للعنف بكل أسبابه وأنواعه وأشكاله ومكافحته في كل صوره. أيضا سيبحث المجلس الوزاري خلال اجتماعه مقترح المحور الفكري للدورة الحالية الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية تحت عنوان مكانة الإعلام الاجتماعي في بنية الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية في ظل الوضع الاتصالي الإلكتروني الحالي. وأيضا يناقش توصية لجنة التحكيم باختيار الإذاعة عنوان جائزة التميز الإعلامي، ومناقشة التوصية المتعلقة بإعلان القدس عاصمة الإعلام العربي لعام 2017 اهتماما من جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العربي بالقضية الفلسطينية بشكل كبير. الآن في الاجتماع مع مجلس وزراء الإعلام العرب يتم عرض يعني فيلم تسجيلي عن ومضات من تاريخ الصحافة العربية، وهذا ما يتم الآن، وهذا كل ما لدي إليك في الاستوديو. أحمد رجب مراسل النهار اليوم، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. في زيارة لمسرح الباتكالا بالعاصمة الفرنسية الذي شهد هجوما دمويا في نوفمبر الماضي، أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن تضامن الأزهر مع ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مشددا على رفض الإسلام لكل أشكال العنف. الطيب أضاف أن العلاقة بين الناس التي أمر الله بها هي علاقة السلام والتآخي والتعاون، مؤكدا أن الإرهاب لا وطن ولا دين له. وخلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، شدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على أن الإسلام يعصم دماء المسلمين وغير المسلمين، وعلى أن التصدي للإرهاب هو واجب الجميع، فيما أثنى أولاند على جهود الأزهر في التصدي للانحرافات المتطرفة عن الدين، وأشاد بمساهمة ممثلي المسلمين بفرنسا في منع التطرف. دعت الأمم المتحدة القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي وتنظيم داعش إلى حماية المدنيين خلال المعارك الدائرة في مدينة الفلوجة غربي البلاد، حيث لا يزال قرابة 50,000 شخص محاصرين في الفلوجة. أما في الشأن السوري، قد أعلنت روسيا تعليقا مؤقتا لضرباتها الجوية على جبهة النصرة، وقالت إنها تلقت طلبات من 10 فصائل بوقف القصف لحين انسحابها من مواقع قريبة من جبهة النصرة. هذا فيما قتل 35 مسلحا كرديا في هجوم انتحاري لداعش بسيارة في ريف مدينة الرقة الشمالي، وتتواصل حركة نزوح لمئات العائلات من الرقة وريفها الشمالي باتجاه حلب وريف دير الزور هربا من المعارك بين الأكراد وداعش. قتل 10 أشخاص وأصيب 4 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلة نقل موظفين بمحكمة استئناف غربي العاصمة الأفغانية كابول، ولم يصدر على الفور إعلان بالمسؤولية عن الهجوم.
الذي جاء في وقت أقرت فيه حركة طالبان بمقتل زعيمها الملا أختر منصور في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيارة، وأعلنت تعيين نائبه هبة الله أخنزادة زعيما جديدا للحركة وسراج الدين حقاني نائبا له. في فرنسا توسعت حركة الاحتجاجات ضد قانون العمل الجديد والتي تركزت على قطاعات النقل لتهدد البلاد بحالة من الشلل، خاصة مع تهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل بين 3 و5 من يونيو المقبل، ومع احتمال إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات. وتخشى الحكومة الاشتراكية سيناريو الإضرابات، حيث تتوقع قدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا اعتبارا من 10 يونيو لحضور مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري السابق ريك سانتورم تأييده لرجل الأعمال الملياردير دونالد ترامب في مسعاه للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل. وخلال تجمع انتخابي في مدينة ألباكوركي بولاية نيو مكسيكو، قطع محتجون ترامب مادع الشرطة إلى إخراجهم وإيقاف عدد منهم، وخارج القاعة تظاهر محتجون مطالبين برحيل ترامب قبل أن يرشقوا الشرطة بحجارة وزجاجات فترد بالغاز المسيل للدموع. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر جنة لم يرها إلا القليل من المصريين. مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد مرحبا بكم. طلب أبناء قبيلتي الدابودية وبني هلال بمحافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي على المحكوم عليهم من أبناء القبيلتين والذين صدر بحقهم حكما بإحالة 26 متهما لفضيلة المفتي. وأكد أبناء القبيلتين ثقتهم وتأييدهم للرئيس السيسي، منوهين إلى أنهم لم يعترضوا على أحكام القضاء المصري. أبناء أسوان جميعا يتكاتفون يد واحدة، نعلي شعار نعم للتسامح والتعايش المشترك بين أبناء أسوان جميعا، لا يفرق بيننا لون أو عرق أو انتماء قبلي أو ما إلى ذلك، ولكن نعلي شعار أننا نعيش سويا تحت سماء واحدة، ونطأ وتطأ أقدامنا أيضا بقعة أرض واحدة. ما حدث من فتنة الحمد لله يعني انتهت بسرعة جدا. نحن في هذه الليلة نجمع شعب مصر ونجمع أهل أسوان بصفة خاصة، لأن الإمام القرطبي قال أن صلة الرحم عامة وخاصة، فها نحن اليوم في صلة رحم عامة. أسوان يعني إن شاء الله تعالى دائما للأحسن، ودائما في حالة ود وآم وفاق، وفي حالة سلام مع النفس وسلام إن شاء الله مع الجميع. للمرة الأولى منذ 3 سنوات فتح الطريق أمام سجن المستقبل بالإسماعيلية أمام حركة سير السيارات. من جانبه قال اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية اليوم إنه تلقى عدة شكاوى من مواطني المستقبل، خصوصا القانطين بالشوارع المحيطة بالسجن بسبب صعوبة الحركة المرورية. من السجن المستقبل واصلة اللي هي المشي المقفولة اللي هي التانية المقابلة ليها دي هنعملها اتجاهين، فهتبقى تأدي الغرض بنفس الطريق المقفول، وبإذن الله في اتجاهنا لمركز التل الكبير برضه، بحيث نريع على الناس وبنبعت رسالة للناس كلها والعالم إن مصر بلد الأمن والأمان، وإحنا كجهاز شرطة قادرين إن إحنا نأمن نفسينا، ولأن إحنا أنا بقول الشعب هو اللي في ظهرنا، وطولة من الشعب ورانا احنا مطمئنين بعد ربنا، وبإذن الله يتحقق الأمن والأمان والتنمية في سيناء وفي إسماعيلية كلها وعلى أرض مصر بإذن الله. وفي البحر الأحمر كنوز عديدة لا نعلم عنها الكثير. من تلك الكنوز جزيرة الجفتون، أو كما يروق للبعض أن يسميها قطعة من الجنة. كاميرا نهار اليوم أبحرت فيها ورسمت لنا هذه اللوحة الفنية الساحرة. نتابع. إذا أرهقك الحر فتعال معنا في رحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون بالغردقة. حمادة خيري قائد اللانش السياحي
سيأخذنا في جولة لجزيرة يسميها البعض البارادايس أو قطعة من الجنة. بنطلع كل يوم رحلات من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 4، بنيجي هنا في الأماكن السياحية المشهورة في الغردقة زي ما انتم زي ما حضراتكم فاهمين. جزيرة الجفتون ديت من أعظم الأماكن في مدينة الغردقة. الجفتون هي واحدة من الجزر السياحية الأكثر رواجا، يشد مئات السياح رحالهم إليها يوميا، ولم لا ومياهها تحتضن الشعاب المرجانية والحشائش البحرية، ما جعلها أهم مقاصد الغوص بمنطقة الغردقة بل بالبحر الأحمر كله. جزيرة الجفتون ديت مزار سياحي على مستوى العالم، ان في جنسيات بتجينا من جميع الجنسيات على مستوى العالم، بيجينا من المان، بيجينا روس، بيجينا انجليز، بيجينا سويسريين، بيجينا نمساويين. مكان جميل جدا، كل السياح بيتمنوا ان هو يزوروا المكان ده، ان هو مكان فيه شعب مرجانيه، شاطئ جميل جدا، يعني احسن من شاطئ الكناري بره اللي بيعملوا عليها دعايه واعلانات. هذا المكان جميل، المياه صافيه والغوص جميل والاسماك جميله والشواطئ كذلك. ضف الى ذلك ان جزيره الجفتون هي واحده من المحميات الطبيعيه، فعلى أرضها التي تتجاوز مساحتها 17 كيلومترا يعيش الكثير من الطيور المهددة بالانقراض. جزيرة الجفتون ودي سياحة من الدرجة الأولى نظرا للتصاريح اللي حاصلين عليها من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بعمل مطاعم لاستقبال السياح وخدمات ليهم، ودايما إشراف من القوات البحرية عليها. وعلى الرغم من جمال جزيرة الجفتون فإنها تعاني الكثير. اليومين دول الشغل مش قد كده، كان كل سنه بيجي لنا سياح كتير، بس زي ما انتم حضراتكم فاهمين بعد اللي حصل في الطائره الروسيه وبعد المشاكل اللي حصلت في البلد وبعد المشاكل اللي بتحصل في ايطاليا حاليا، السياحه بقت ضعيفه جدا، يعني نسبه الاقبال حاليا في الغردقه لا تتخطى 10% والشغل ضعيف جدا. جزيره الجفتون واحدة من صور إبداع الخالق على أرضه، فاستحقت اسم قطعة من الجنة. أخبار الاقتصاد تأتيكم بعد فاصل قصير. استهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية خلال جلسة اليوم بارتفاع جماعي محدود، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 65%، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 32%. قدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2016-2017 بنحو 3.246 تريليون جنيه. وأوضحت الوزارة في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2%، كما يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الخاصة 292 مليار جنيه بزيادة 24% من ضوء جذب رؤوس أموال أجنبية. يعقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش عدة لقاءات في بريطانيا، أحدها مع وزير النقل وآخر مع جيفري دونالدسون مبعوث رئيس الوزراء لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر. وتهدف هذه اللقاءات إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة للهدف ذاته تشمل أيضا كل من اليابان والولايات المتحدة. تفقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية مقر المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ومشروعين استثماريين تصل جملة تكلفتهما الاستثمارية إلى نحو ما يزيد عن 140 مليون جنيه. كما شملت الجولة أيضا تفقد مصنع لإنتاج الجبس بتكلفة استثمارية قدرها 100 مليون جنيه. ده مصنع من المصانع اللي احنا اتكلمنا عليها بتاع المنطقه الصناعيه القنطره شرق،
مصنع خاص بإنتاج جبس. برضو احنا بنشجع هذا الشكل من الصناعات الوطنية، ده من الصناعات اللي تعتبر من الصناعات المتوسطة اللي هي داخلة في الصناعات الكبيرة، واحنا بنسعى الآن لإدخال طاقة الغاز عشان نوفر عليهم تكلفة أكبر. هو لهم محجرهم وبيشتغلوا في إنتاج الجبس. أحد الأنشطة الرئيسية اللي احنا بنشجع أن نجينا المستثمرين وهذا الشكل من التنوع في الاستثمار في منطقة القنطرة شرق الصناعي. أيضا أخبار الرياضة تأتيكم بعد فاصل قصير. يلتقي حرس الحدود فريق أسوان في الرابعة من عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 30 من دوري كرة القدم، وفي السابعة مساء يحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب، ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 65 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز 14 ب34 نقطة. أما الزمالك فيدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا في الجولة 30 بالدوري الممتاز. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي سيختار 18 لاعبا للتواجد بالمعسكر، حيث سيعود أحمد الشناوي حارس المرمى للقائمة، كما سيتواجد أيمن حفني وأحمد دويدار بعد شفائهما من الإصابة، بينما سيغيب باسم مرسي وأحمد توفيق للإيقاف. طمأن كريستيانو رونالدو جماهير ريال مدريد بأنه سيكون جاهزا بدنيا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد جاره أتلتيكو مدريد في ميلانو السبت المقبل، وذلك بعد انسحابه من ميران أمس بسبب مشكلة في الفخذ بعد اصطدامه بالحارس كيكو كاسيا. توقعت دار سوث بيز للمزادات بيع قطعتين نادرتين من العملات الأمريكية في مزاد بنيويورك مقابل 27 مليون دولار، وإحدى العملتين عبارة عن دولار فضي كان مملوكا لسلطان مسقط حتى عام 1835. وفي الغربية اختتمت فعاليات لقاء شباب جامعة طنطا 39 للفنون المسرحية بمشاركة 10 كليات، وأعلنت لجنة التحكيم عن فوز كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، فيما جاءت كلية الطب في المركز الثاني عن عرض بيكت، وكلية الحقوق في المركز الثالث عن عرض الساحرات. الحمد لله احنا اشتغلنا واحنا بنحب المسرح واشتغلنا كتير وتعبنا كمخرج وكاست وكل الناس معانا ايد واحده، كلنا قدرنا ان احنا نطلع بعمل كويس الحمد لله، اللي قدرنا نعمل حاجه تشرفنا وتشرف كل الناس اللي حضرت الحمد لله اللي ربنا وفقنا اللي احنا وصلنا. وضعنا معايير خاصه بالنصوص وخاصه بالاخلاقيات العامه والذوق العام، وان ما ينفعش يعني مراعاه ان عدم الخروج تماما عن الاخلاقيات العامه والذوق العام والاداب العامه ومراعاه التقاليد الجامعيه. انت بتقدم في الاخر مسرح جامعه، يعني المفترض ان تقدم النموذج للمسرح، النموذج في الاخلاق، النموذج في الفكر. إلى أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم. Thank you.
وفي الختام نذكر بأهم العناوين. رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض أهل رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة. وزراء الإعلام العرب يبحثون دور الإعلام في خدمة التنمية ومكافحة الإرهاب. والطيب يؤكد من مسرح الباتكالا بباريس: دماء البشر جميعا معصومة ومحرمة. ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب متابعتها.